أيضا معنا عبر الهاتف الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور. يعني بما أنه نتحدث عن جهود مصر على الصعيد الدبلوماسي طبعا لحلحلة هذه الأزمة، طبعا مصر على ما يبدو هي اللاعب الرئيسي الفاعل على الساحة في هذه الأثناء. هذا يمكن أن يفسره طبعا تعاقب زيارات كبار الفاعلين الغربيين لمصر، البارحة كان أنتوني بلينكن واليوم كاترين كولونا. ولهذا أسألك عن المواقف الغربية والاستجابة الغربية لطلبات مصر لحلحلة هذا الأمر. يعني مثلا الموقف الفرنسي، بما أنه تابعنا اليوم زيارة كاترين كولونا، يعني فرنسا حتى لم تدن أفعال الاحتلال في البداية، ثم فجأة ظهرت فرنسا لتهتم بالمدنيين وبمصير المدنيين، وتقول أن ليس لهم ذنب فيما يحدث وأنه يجب إيصال المساعدات، وقامت بالتبرع وما إلى ذلك. ما الذي أيقظ الضمير الغربي متمثلا في فرنسا فجأة تجاه القضية الفلسطينية في هذه الأثناء؟ يجب أن نأخذ في الاعتبار جيدا أن مصر لديها تاريخ طويل في جهود العمل الدبلوماسي، خصوصا على كافة الأصعدة والأزمات الإقليمية وبالتأكيد الدولية. مصر دوما لديها رؤية واضحة، وأيضا لديها خبرات من ممارسة العمل الدبلوماسي الدؤوب، خصوصا في كافة الأزمات وبالتحديد في أزمة غزة بعد طوفان الأقصى الأخير. يمكن ما يمكن أطلق عليه بالأمس وبالتحديد هو يوم فارق في تاريخ هذه الأزمة، هو لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية زي ما حضرتك ذكرتي بلينكن. يمكن هذا اللقاء يمكن على غير العادة، تم جزء منه كان جزء مذاع على الهواء مباشرة، وأعتقد ده جزء رئيسي من حسن إدارة الأزمة من جانب المصري، هو كيفية توجيه رسالة دولية ليست فقط على مستوى الطرفية طرفية الأزمة والجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ولكن لكافة الفاعلين في المجتمع الدولي. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس وتوجيهه عدد من العبارات اللي كانت بتحمل كثير من النقاط الثابتة والمبادئ الواضحة للدبلوماسية المصرية منذ بداية الأزمة على مدار عقود طويلة، أن مصر دائما في داعم للسلام في الشرق الأوسط وداعم رئيسي للقضية الفلسطينية. يمكن ده بالتأكيد أرسى مبدأ الدبلوماسية الإنسانية، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث بالأمس عن مفاهيم الإنسانية وأن ما يقوم به الجانب الإسرائيلي الآن من رد فعل للدفاع عن نفسه، وتجاوز هذا الأمر كثيرا لشجب مصر لأي أعمال عنف من الجانبين، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن مصر تتحرك في اتجاه التهدئة واتجاه أيضا وجود مساعدات لهذا الحصار غير الإنساني اللي بتواجهه الجموع من السكان في غزة. يمكن هذا الأمر كان له ردود فعل قوية جدا في دوائر كبيرة على مستوى الإعلام الغربي اللي كان مساند زي ما حضرتك ذكرتي على مستوى الحكومة ومستوى الإعلامي ومستوى الشعب للجانب الإسرائيلي، ويرى أن الجانب الإسرائيلي تعرض لأعمال عنف من جانب حماس، وبالتالي لم يكن هناك ردود فعل. لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار ما يحدث اليوم هو أعتقد تحرك مباشر وأعتقد رد فعل لنجاح الدبلوماسية المصرية بالأمس بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحريك هذا الأمر، وأيضا محاولة اكتساب الأطراف الدولية على رأسها لاعب دولي مهم جدا زي فرنسا. ويمكن زي ما حضرتك يعني ذكرتي أن هذا التحول هو تحول قد يبدو غريبا، ولكن هو مرتبط بشكل أو بآخر لاستجابة الخبرات المصرية، وأيضا احتراما للدور المصري الرائد اللي دائما بيثبت في المواقف والأزمات المحتدمة كيف يتحرك بشكل مدروس وفاعل وقوي. طيب هذا الفاعل الفرنسي تحدثنا عنه، ماذا عن الفاعل الرئيسي كذلك في الجهة الغربية عفوا الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة أستاذ محمد يعني في هذه الأثناء أمامها عدد كبير من الجبهات مفتوحة في وقت واحد. إذا ما يعني ذكرنا يعني مجرد مثال لهذه الجبهات، نتحدث عن أوكرانيا والهجوم الروسي المضاد الذي يستعد لكوبيانسك وخاركيف، نتحدث عن طبعا الجبهة الفلسطينية، ما يحدث في السودان، ما يحدث في ليبيا، ما يحدث بين أذربيجان وأرمينيا، الجبهة الصينية طبعا وتايوان، إلى جانب الانتخابات الأمريكية المقبلة. أستاذ محمد، ماذا ستفعل الولايات المتحدة؟
بالتأكيد الجانب الأمريكي اعتاد على قيادة عدد من أزمات دولية نظرا يعني لقيادته أو لوجود تفرد دولة أمريكية عبر سنوات طويلة قبل تحولات حدثت في نظام الدولي الفترة الأخيرة بأدوار بدأت تلعبها الجانب الصيني والجانب الروسي. لكن بالتأكيد الوتافة الأمريكية لديها إرث طويل في مواجهة عدد من الأزمات، وهي عندها حسن استخدام هذه الأزمات وإدارة تكييف هذه الأمور بما يخدم مصالحها في الكثير من الوقت. في الفترة الأخيرة مع وجود تنافسية دولية أخرى لقوى غير الولايات الأمريكية على الساحة الدولية، أصبحت هذه الأدوار يعني تحمل كثيرا من التحديات للجانب الأمريكي. يمكن زي ما حضرتك ذكرتي أزمات مرتبطة في الوضع في أذربيجان أو حتى الحرب الأوكرانية وغيرها من الأزمات في الشرق الأوسط اللي زالت الولايات الأمريكية ترى أن كيفية لعب هذه الأدوار. في وجهة نظري الإدارة الأمريكية بتواجه تحديات حالية، لأن هي لم تحسن استخدام عدد من الأدوات في أزماتها في الشرق الأوسط، وفي كثير من الاتهامات بتوجه ان هي حاله الانكماش في الشرق الاوسط سمحت لفاعلين اخرين زي الجانب الروسي والصيني لعب الادوار موجوده في الشرق الاوسط، بتريد دوما التاكيد على تواجدها، وبالتالي في مثل هذه الازمات بتكون قدامها كثير من التحديات. بتنعكس بالتاكيد ادارتها هذه التحديات، وان كان هناك في موقف محرج يعني بتوجه للجانب الامريكي بسبب الدعم المطلق المستمر للجانب الاسرائيلي وحاله الحرج الشديد بما سببه اللقاء وكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس اللي لقت رد فعل مباشر من جانب بايدن لتاكيده ان ما يتم حاليا هو التفاوض حول وجود مسارات للازمه في غزه، ولكن بالتاكيد ان بايدن اذا استاذ محمد يعني نحن امام سيناريوهين، الى اي سيناريو تميل؟ مساله ايجاد حل وحلحله الازمه والتهدئه، ام سيناريو التصعيد وخروج هذا النزاع يعني خارج حيز الأراضي المحتلة؟ يعني نحن نتابع ما يحدث في الأراضي اللبنانية، نتابع حتى بعض المؤشرات القادمة من سواء إيران وتصريحات عبد اللهيان الأخيرة، الجانب السوري، إلى أي سيناريو تميل أكثر؟ السيناريو الثاني هو الأقرب للإدارة الأمريكية في تعاملها مع الأزمة في الشرق الأوسط وأزمات أخرى على مستوى العالم. مفهوم إدارة الأزمات المحدودة هو المفهوم اللي بترسيه الدبلوماسية الأمريكية والتحرك الأمريكي بشكل عام في الفترة الأخيرة، لأن امتداد الأزمات يمكن بنرى هذا الأمر في الحرب الروسية الأوكرانية، محاولة أمريكية مستمرة أن تظل هذه الأزمة قايد محدود من مكتسبات تستطيع تحقيقها. لم نرى امتداد هذه الحرب لأراضي أخرى خارج أوكرانيا أو وجود فاعلين ولاعبين أكثر مشاركين في هذه الأزمة. يمكن الأمر بيمتد أيضا في الشرق الأوسط. التصور الأكبر أن الجهود الإرامية لوجود حالة من حالات التهدئة وخفض التصعيد وأيضا الاستجابة لدعوة المصرية لوجود مؤتمر دولي نستطيع من خلاله إيجاد مجموعة من المخارج وأيضا دفع عملية السلام في الشرق الأوسط كمخرج لعملية الانسداد اللي وصل لها الجانب الفلسطيني وأدى لوجود هذا التصعيد من العنف، وبالتالي رد فعل أكثر عنفا من الجانب الإسرائيلي، هو المسار الأكثر تحقيقا في هذا الأرض لكافة المكاسب والمصالح المختلفة سواء على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي. ولكن الثمن بالنسبة للولايات المتحدة من وجهة نظرك ماذا سيكون؟ ثمن فكرة مصالح اللي ممكن تقدر تحققها على الأرض في هذا الأمر هو بالتأكيد هو مجموعة من الضمانات المرتبطة بالجانبين، الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، ولكن الثمن الأكبر هو كيفية الأمريكية لتحقيق تواجد مستمر في الشرق الأوسط، ده واحد من أهم التحديات. أيضا على مستوى الانتخابات الأمريكية القادمة اللي ستعقد في غضون أشهر قليلة في نهاية العام القادم سيكون واحدة من التحديات المرتبطة للمرشحين من الجانبين المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، هو أهم المكتسبات اللي ممكن يحققها للجانبين، الجانب الاسرائيلي والجانب الجانب المعسكر اليهودي او لوبي الصهيوني داخل الاراضي الامريكيه. تقصد ان هناك فرص اكثر للحزب الجمهوري خاصه بعد ما تابعناه من تصريحات اخيره للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب؟ بالتاكيد هو محاوله يعني العزف واستماله يعني الجانب المعسكر الصهيوني او اللوبي الصهيوني داخل الاراضي الامريكيه هو جزء من اداره هذه الازمه، ولكن تظل الحفاظ على المصالح الحد الادنى من المصالح للجانب الاسرائيلي والولايات المتحده الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط
هو الهدف الرئيسي اللي يتم تحقيقه. قد يتم هذا الأمر بوجود اجتياح محدود داخل أراضي غزة لتحقيق نفس التهديدات اللي الجانب الإسرائيلي بيقوم بها، ثم ما لبث أن يحقق هذا الأمر سيقوم بالانسحاب في غضون أيام قليلة، وبالتالي سيكون مسار من مسارات التهدئة ومسار من مسارات تحقيق تواجد أمريكي. ده هدف رئيس الإدارة الأمريكية الحالية، وأيضا تستطيع وضعه في إطار المصالح في منطقة الشرق الأوسط ومساومة على هذا الموقف مع أطراف عربية مشاركة في هذا الأمر في إطار رغبة الإدارة الأمريكية استمالة عدد من المواقف للدول العربية اللي احنا بنرى بصيغة مستمرة ردود فعلها قد تكون متباينة في بعض الأمر، ولكن في نهاية الأمر هي لديها مصالح استراتيجية رئاسية مع الجانب الأمريكي. طيب، ذكرت دكتور محمد المؤتمر الدولي الذي دعت له مصر، ما شكل الاستجابة الدولية المتوقعة؟ ما أوراق الضغط المتوقع أن تطرح على طاولة هذا المؤتمر لحل حالة هذه الأزمة؟ مثل هذه المؤتمرات الحقيقة بيكون أحد مساراتها الرئيسية هو كيفية وجود أجندة رئيسية للمؤتمر وبنقاط عمل رئيسية يستطيع الأطراف المشاركة في المؤتمر ودفعه للعمل بشكل رئيسي. أولى هذه النقاط هو الحقيقة هو دعم الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار بالنسبة لمنطقة غزة الحقيقة منكوبة، لأن ده جزء يعني في غاية الأهمية وأعتقد يعني يحتاج إلى كثير من الدعم، لكن الجزء الرئيسي للمؤتمر يجب أن يكون مسار رئيسي لدفع عملية السلام. الأطراف المشاركة أعتقد جزء من الجهود المصرية المستمرة والحثيثة للمصر ده جهود واتصال مع كافة الأطراف، وده واحدة من أهم النقاط المضيئة للجانب المصري للتعامل مع هذه الأزمة، سواء الأطراف الفلسطينية أو حتى الجانب الإسرائيلي والأطراف الدولية والولايات المتحدة الأمريكية على رأسها بالتحديد. الدعوة هنا كيفية إيجاد مسار متزن لهذا المؤتمر. رأينا أن الجانب الروسي والصيني لديهم مواقف مساندة للقضية الفلسطينية ومساندة لدعم أو إيقاف حالة العنف ودعم الجانب الروسي ضد حالة العنف للجانب الإسرائيلي. مد أو حالة من حالات أن يكون هناك مؤتمر دولي فيه عدد من الأطراف اللي بتحدث حالة من حالات التوازن دون التحيز للجانب الإسرائيلي هو أعتقد مطلب رئيسي ستقوم به مصر، بحيث أن لا تنفرد الولايات المتحدة الأمريكية الراعي الرئيسي لعملية السلام والراعي الرئيسي للدعم الإسرائيلي في المنطقة في إدارة هذا المؤتمر. قد يكون واحد من أوراق الإيجابية لدعوة مصر لمثل هذا المؤتمر أن يكون هذا المؤتمر بأطراف دولية متعددة وليس حكرا على الولايات المتحدة الأمريكية لإدارته. طبعاً. ونجاحنا في هذا الأمر هو نجاح للخروج بهذه الأزمة بأكبر نتائج وأكبر مصالح للأطراف جميعاً. صحيح، لأن المجتمع الدولي يجب أن يضغط عليه في هذه الأثناء أكثر منه، احتمالية الإقناع ربما تكون ضعيفة، لهذا طبعاً هذا المؤتمر غاية في الأهمية في هذا التوقيت نظراً طبعاً للتواجد الدولي كما ذكرت. دكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة.